شبيبة القبائل بتشكيلة فيها بعض التغييرات مقارنة بلقاء الذهاب، كيف تقرأ هذه التشكيلة والتمريرات القوية؟ ممتازة، ممتازة، هذه الكرة كادت ولكن كرة دائرية كانت مدروسة جيدا، ممكن يعني في آخر لحظة كان انقذ الحارس. مخالفة من مفتاح، ممتازة، ولكن الدفاع والتصويب العارضة من الجهة إلى الجهة اليسرى وانطلاقة وأمام المدافعين. حضري من الكرة، ممتازة، يدخل منطقة العمليات. حضري، خطيرة 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 هذه الكرة عن طريق حمزة المسعدي، طبعا تجربة عالية هذه الكرة. تدخل قوي جدا من تراوري على الحارس حجاوي وفي خطأ. طبعا هذه المرة الركنية من مهدي مرياح عالية، والتوقع كان في محله من بالكلام ثم ماروسي. كرة قصيرة، ماروسي، ممتازة، ولكن الحارس عادل النفزي كان ممكن انه يتقدم ويضرب الكرة بالقدم اليمنى باليسرى حتى واذا كان فن هي المراوغة، التصويبة باليسرى وما يحصلش لان اعترفها باليسرى. هاي ركنية، ممتازة، غرسية الكرة الثانية، الكرة كانت بالتجار على الجهة اليمنى عن طريق دائما وسام بن يحيى، والعارضة العارضة تنقذ الشرقي جحا ربما فعلا ليحيى شريف. هاي الكرة ربما لملف، ممتازة ممتازة، والهدف ممتازة، والهدف من يحيى شريف سيد علي في الدقيقة 36 بعد ثنائية ممتازة مع اللاعب تجار. أخيرا الكرة كانت ذكية جدا وحسني ناجح جدا، وهدف مقابل صفر في الدقيقة 36 لصالح شبيبة القبائل أمام النادي الإفريقي. فرحة كبيرة طبعا من طرف اللاعبين وأيضا الجمهور. أنا أعتبر هذا هدف جماعي لأن الكرة من وسط الميدان مرت على عدة لاعبين وكان تنسيق بين اللاعبين، عدة لاعبين هذه، وكان منفذ اللي سجل هدف شارك في هذه الهجمة، يعني ما عليه أن يسجل. شوف اللقطة، يعني كانت لمسة توغل ما بين اللاعبين وتسديدة مباشرة المرمى، ولكن انطلاق اللقطة كان حوالي 7 لاعبين شاركوا في هذه اللقطة، ويعتبر هدف جماعي. وأيضا تمركز وتنقل اللاعبين كان هروبا من المراقبة كان جيد جدا. ممكن الآن راح ننتظر خروج نوعا ما، خروج النادي الإفريقي من المنطقة تاعه ممكن لتسجيل هدف، لأن الآن لو يسجل يعدل النتيجة ممكن هذه النتيجة راح تخدم النادي الإفريقي أكثر. البطاقة الصفراء الثانية تلقى يحيى شريف، البطاقة الثانية، إذا يخرج بطاقة حمراء ويخرج مباشرة إلى وتصبح الشبيبة تلعب ببطاقة ب10 لاعبين. ما تفاعل واحتج على اللقطة اللي قام بها اللاعب يتسبب في طرده، يعني الفرحة أفسدها خاصة هنا في مقعد البدلاء. يعني النساء نفسه تقريبا يعني، ولكن يلا مباراة كرة القدم حتى وان كنت في 10-9 اثبت النادي الافريقي في لقاء الذهاب انه ممكن انك ترجع. اليمنى للقائد مفتاح في العمق، ممتازة ممتازة، التصويبة من تجار، ضيع من تجار الكرة اكثر وقت ممكن، اكبر وقت ممكن حدا من الكرة لامير العكروت. هاي القوة نتاعو انه ياتي من بعيد ويراوغ بالقدم اليسرى، ولكن في يومه اليوم كوليبالي يغطي مليح المنطقة ويلعب جيوس. في لاعب اخر تلقى ضربة يظهر لي، والحكم ايضا الحكم المساعد شاهد اللقطة، شاهد اللقطة ويرفع يكون فيها ربما شيء. ننتظر ماذا سيحدث بعد قليل. ما عندما الحاكم تماس يرفض الراية في حاجة، ماذا يكون فعلا؟ فيه كلام على الحكم، راح يتوجه طبعا لمساعده التريكي عبد الفتاح او العريبي محمد، ولكن كما قلت كوليبالي في بطاقة الان، في بطاقة
رقم 13 هو وسام يحيى بعد التدخل امام الحكم قائد الفريق يريد طبعا التاثير على القرار الاخير. راح ننتظر طبعا يكون في حديث هنا بين عادل الرعاي والعليبي محمد. الطاقم الفني التونسي يريد ان يضغط على الحكم الكل يريد التاثير. البطاقة الحمراء فعلا البطاقة الحمراء لطراوري فهم ماذا فعل ويتجه مباشرة الى خطيرة. الكرة امام الشرقي عالية حذاري كان في تردد مراد ويشر لربيع مفتاح ربما راح تصويبة ارضية وهدف ثاني ضيعها الهدف الثاني ربما قذفة من مفتاح يقذف والحارث يرتبع الكرة هذه يطلقها ماروسي ما تبعش اللقطة لو تبع اللقطة شبيبة القبائل كما نشاهد هاي الألعاب النادية في المدرجات طبعا هدف مقابل صفر 14 دقيقة قبل نهاية المباراة ولكن في اللحظات سلوكات غير رياضية تقريبا في اللحظات هذه شفنا فريق شبيبة القبائل استرجع للوراء حركة فوق استرجع للوراء السرعات تبين في حركة للأنصار وهنا فني للمباراة دائما مع كاروف تسير المباراة راه يمشي كيما راكم حابين على كل حال تسير المباراة ناسيو كنحبوا احنا من اجل تدوير كل شيء خاصة وانه كان على علم مسبق بانه الجمهور التونسي هو الذي ادخل الالعاب النارية في ايضا المسيرين التونسيين واللاعبين يضغطون على حكم المباراة من اجل الاستئناف لكنه يشترط ذهاب الضباب الالعاب النارية يعني تأثر كثير شعبان على سير المباراة طبعا تأثر على الحارس تأثر على اللاعبين التونسيين اكثر من الشبيبة لا راح تأثر على الشبيبة لو ما يعرفوش كيفاش يسيروا هذه اللحظة كان فيه ما يلزمش يكون انقطاع باش يستغلوه يعني لازم تكون حركات لازم تكون حركات للتسخين فعلا باش ما يخرجوش من المقابلة هذا الحديث الذي نشاهده بين بوحو وايضا احد المسيرين للنادي الافريقي كما وعد بين قوسين الانصار التونسيين قبل البدايه انهم اشتروا تقريبا 60 كما كان لنا كلام مع الرئيس سيد حناشي انه شفنا في 60 المحافظ يطلب ان سمحت فقط الالعاب الناريه تفضل كريم قلت ان المحافظ يطلب من مسير النادي الافريقي التدخل لتهدئه انصار النادي الافريقي والا اللجوء الى الحل اخر وتوقف المباراه فعلا ننتظر حتى ولو الضباب من هنا بدا يتلاشى وكل شيء ممكن يواصل بوحو محمد المغربي والمحافظ يواصل انه يطلب من المسيرين حتى تتوقف هذه الاعمال ولكن تتواصل شعبان طبعا احنا لازم يتدخل الطاقم الفني لشبيبه القبائل ويتكلم مع اللاعبين تاعو باش ما يحبسوش من التسخينات ما تكونش ما تاثرش عليهم هذه اللحظات بالفعل شعبان في حديث مع اللاعبين من جانب كاروف وحتى من جانب جيو مع اللاعبين عدم التوقف وبالتالي الاستمرار في بعض التمرينات حتى يبقى اللاعبين في نفس المستوى البدني فعلا اذا الان تقريبا 4 دقائق منذ توقف اللعب لم يستمر بعد يبقى الحديث يتواصل بين المحافظ الذهاب او حذاري من الكره والدفاع المسام اليسرى عبد الاول صلاح في سيره مع كل تصويبه ضربت على الارض كانت صعبه كره في العمق سهله لحجاوي لا الوقت هذاك اللي لعبوه 25 ولا 30 دقيقه ب 10 لاعبين اثر عليهم وشوفوا مفتاح اللي راه يلعب في وسط الميدان ممتازه ممتازه لدويشر وانطلاقه هناك ازوكا ما توصلوش في حموده رجع اللاعب يبقى يتمتع بكل امكانياته البدنيه لانه دخل منذ ربع ساعه فقط او اكثر حموده العمري فرصة هدف ثاني ونهاية الشوط الثاني بهدف مقابل صفر والمباراة لصالح شبيبة القبائل بسرعة نقول
شبيبة القبائل مشكورة وفازت بهذه المقابلة وتأهلت للدور القادم بحول الله. اذا هدف مقابل صفر اذا كان ممكن مع كريم او مسعود بسرعة اذا كان فيه تدخل، والا